نتكلموا اليوم على الفطريات، الفطريات الجلديه، الفطريات ديال الاظافر اللي ممكن لاله انتيا تكوني عرضه ليها في مرحله من حياتك، او ممكن تكون ظهرت لك وعاود رجعات. الفطريات اللي كنسمعوا غالبا انها منين كتبدا ما كتمشيش بسهوله، فبغينا نعرفوا علاش. وبالتالي اليوم غادي نشوفوا رفقة الدكتور عماد، دكتور الصيدله والمختص في العلاج وفي تداوي بالاعشاب، شنو هي اهم النصائح، شنو هي ايضا اهم المواد الطبيعية والوصفة الطبيعية اللي ممكن تستعملوا باش تساعدكم على الوقاية، باش تساعدكم أيضا على العلاج. غادي نهضروا على ليميكوز وعلى غيرها من الأمور اللي ربما دابا كتقدر تكثر مع الحرارة، مع التعرق، مع إفرازات الجسم عموما، واللي في الفترة ديال فصل الصيف ربما كترتفع شوية. أيضا بالنسبة للأطفال، بالنسبة للبالغين، أي سؤال عندكم بعتوه لي مباشرة في لايف على الصفحة ديالنا الفيسبوك سناء الزعيم أصوات اللي كتشاهدونا بها من الاستوديو ديالنا، أو على الخط الهاتفي. عبد الرحيم مشكور، غادي يستقبل مكالمات ديالكم 0522 77 24 24. دكتور عماد، احنا يا بداية اللي كنتكلموا على الفطريات، شنو هي الفطريات، شنو هما لي شامبينيون؟ أكيد، فلي شامبينيون والفطريات هما عبارة على واحد الكائنات حية. هاد الكائنات الحية الغريب فيها شنو هو؟ أنها ما كتقدرش تعيش الراسها. إذن كيفاش ما كتقدرش تعيش الراسها؟ أنها ضروري خصها تعيش أون سامبيوز، يعني خصها تعيش على واحد الكائن حي آخر باش كيمكن تاخد منه المواد اللي كتكون مفيدة والمواد اللي غادي يمكن هو يستفد منها. هذا هما لي شامبينيو. ولكن الخطورة ديالها أنها إن فوا كتكون في البشرة ديالنا، شنو كدير؟ انها كتسبب لنا بعض الثقوب في البشره ديالنا. اذا هاد الثقوب شنو هي؟ انها كتحيد لنا، كتاكل لنا ديك البشره اللي كتكون كتعطينا الوقايه وكتحاول تعطينا يعني ملي كتعطينا هاد الثقوب في البشره اللي كتعطينا الوقايه، كتعطينا كذلك مشاكل على المستوى ديال البشره اللي كتكون تحت من هذاك لو ديرم. فهنا شنو كيبدا؟ هنا كيبداو المشاكل. اذا اولا ملي كتكون اشعه الشمس وملي كنستعملوا بعض المواد الكيميائيه ما كتبقاش عندنا الوقايه، اذا هنا كيعطيونا نسبه الحساسيه. وفي بعض الحالات الا ما تعالجوش هذه الفطريات كيمكن يعطيونا صدفيه. مساله اخرى ان هذه الفطريات هذو ملي كيتحطوا او ملي كيكونوا في على المستوى ديال بعض المناطق الخاصه، انهم كيمكن يسببوا لنا امور خاصه اللي ما تعالجوش وتطوروا، فبعض الحالات كيسببوا لنا حتى سرطان. وهذا هو المشكل ديالهم. علاش؟ لان هاد الفطريات كيتغذاو على الدهون اللي كتكون عندنا في المسام ديالنا، كيتغذاو على المواد المفيده اللي كتكون مفيده خاصه للبشره ديالنا. وكذلك هاد الفطريات فيهم مشاكل كثيره اللي كيمكن من بعد تعطينا يعني حساسيات مفرطه، كيمكن تعطينا تمزقات على المستوى ديال البشره ديالنا. فهنا خصنا منين يبانوا هاد الفطريات خصنا يتعالجوا. والفطريات اللي كنعرفوا ان فيها 400 نوع، يعني 400 نوع ديالها، اللي واحد 150 نوع هي اللي كتكون بشريه، لان الانواع الاخرى اللي كتبقى فهي كتكون من نوع حيواني، وهذاك ال 150 نوع اللي كتبقى هي اللي كتكون بشريه، واللي هي كيخصو واحد العلاج خاص، كيخصو واحد المتابعه، واحد المرافقه الطبيه خاصه. والغريب ان هذه الفطريات ولو كنعالجوها كيبقى هذاك البيض ديالها، لان ملي اون فوا ملي كطيح لينا على البشره ديالنا وكتعطينا هذاك التمزق وكتعطينا هذوك الثقوب، فهاد الفطريات كيعطيونا واحد البيض، اذا كيبيضوا في الداخل ديال البشره ديالنا. وهنا كيولي عاوتاني التكاثر. داكشي باش كنعرفوا بزاف ديال الناس كيقول لك انا راني عالجت الفطريات ومشاو، ولا عالجت البهق ومشى، ولكن ملي كيدور العام كيعاود يجيني المشكل. علاش؟ لان في وسط الدم ديالنا او تحت البشره ديالنا كاينين هاد البويضات او هاد البيضات عفوا اللي كيعاودوا يعطيونا فطريات. ولكن هما شنو عندهم؟ هاد البيضات عندهم ان سيكل، عندهم دوره، ان كل عام كي يعني ملي كيدور العام كيعاود يتكونوا هاد البكتيريا هادو. دونك هذا هو الفطريات. والعلاج ديالهم ضروري اولا يكون واحد العلاج داخلي، خاصه ملي كيكونوا فطريات صعيبه، مثلا الفطريات اللي كيقيسوا لنا الاظافر ديالنا، مثلا فطريات اللي كيكونوا عندنا في الجلده ديال الشعر ديالنا،
مثلا فطريات اللي كيكونوا على المستوى ديال يعني في مناطق اللي كتكون قاصحه، لان في بعض الحالات كيمكن يعطيونا مشاكل صعيبه. اذا هنا هادشي هاد الامور هذه كامله خصنا نردوا ليها البال، وحتى الطريقه ديال التعامل مع هاد المواد هذه او هاد المواد اللي كتعالج لنا الفطريات، اننا ماشي غير العلاج بوحده او العلاج الدوائي او العلاج الكيميائي او العلاج الطبيعي بوحده خصو يكون، لا خصو يكون واحد المجموعه ديال العادات الحميده. مثلا ملي كنحيدوا هذوك الملابس ديالنا اللي كيكون فيهم هاد الفطريات هادو، كنديروهم في واحد البرمه ديال الماء، كنجيبوا واحد البرمه ديال الماء اللي كنغليو فيها الماء مزيان حتى كيغلى، وكنحطوا فيها هاد الملابس هادو حتى كيتعقموا فوق النار، ومن بعد كنحيدوهم. هذا من جهه. من جهه اخرى اننا خصنا مثلا هاد الفطريات ملي كيكونوا على المستوى ديال الارجل، المستوى مثلا ديال الاحذيه ديالنا، ما فيها باس اننا ناخذوا هذوك الاحذيه وندهنوهم بواحد شويه ديال الكول باش كنعقموا هاد الامور هذه. الانسان اللي كيكون كذلك فيه الفطريات خاصو يتجنب انه يتقاسم الملابس ديالو ويتقاسم المسائل ديالو اللي كتكون خاصه به مع الناس اخرين. فهنا كيمكننا تكون عندنا واحد الوقايه وكيمكننا اننا نتجنبوا هذا المشكل هذا. حنا غادي نواصلوا معكم من بعد الفاصل بكل اسئلتكم مستمعاتنا، بكل طلباتكم. مرحبا بكم معنا فين ما كنتوا كتابعونا في هذا المباشر. دكتور عماد، غادي نعملوا سؤال جواب محبا. اكيد وغادي نلخصوا وعاد نشوفوا ان شاء الله شنو هي الوصفات اللي محضر لنا من بعد ما شرحتي لنا شنو هي الفطريات وعلاش كتظهر في الجلد. معنا بوتينا من طنجة. اهلا بك بوتينا. مرحبا بك، بارك الله فيك، شكرا. كنشكركم على هذا البرنامج. مرحبا. عندي سؤال دكتور عماد، عافاك ماشي بيا ما كيتعلقش بيا، بالزوج ديالي عنده الفطريات ديال الاظافر، باقي دابا عند واحد الطفل عنده وهذاك شرب ديك لي كومبريمي ديال اللي كيتخادو كل سيمانه وباقي نفس المشكل. شحال تقريبا ديال الوقت باش تشربهم؟ واحد 3 شهور شرب. 3 شهور، فخصنا نعرفوا ان الفطريات ديال الاظافر تخدمو كيمكن يمشي حتى 6 شهور، كيمكن يمشي حتى العام، فهمنا؟ لان كيكونوا صعب شويه حيت علاش ملي كيلصقوا لنا في الاظافر كيلصقوا لنا في واحد الكيراتين، واحد الماده ديال الكيراتين اللي كتكون في الاظافر، وهذه هي الاساس ديال الاظافر. يعني ملي كديك الماده ملي كيوقع فيها مشكل كيخلي دوك الاظافر ضعاف، وداك الشيء باش منطقه الاظافر صعيب اننا نتخلصوا من الفطريات الدغيا فيها. صافي فهمتي؟ انه خصو ضروري يكمل هذاك الدواء ديالو. وان شاء الله خليك في الاستماع، راه غادي نعطي واحد الكريمه، غادي نعطي محلول معقم، وغادي نعطي كريمه اللي كندهنوها في الاماكن اللي عندنا فيها هذا المشكل الفطريات. واخا الا سمحت عندي واحد السؤال صغير اخر اذا كان ممكن. مرحبا. عندي ملي كيبدا يدخل الصيف وجهي كيبقى يتحمر شويه، كنشبر شويه الشمس، واخا كنعمل ليكرون كيبان لي واحد جوج نقيطات بويض وقع على الجانب ديال الفم ديالي اليمين والشمال، ما عرفتش. كنت مشيت عند الدرماتولوج وما كيبانولاش كاع حيت كان الشتا، هو الصيف عاد كيبانوا لي، ما عرفتش شنو هذاك كان البلاصه اللي هذيك البليصه دوك النقيطات الميلانين ديك الماده الملونه ما بقاتش كتفرز مزيان وهي اللي كتعطيك هذا المشكل. فانت غتاخذي الزيت ديال السالميه لاصوج وغتولي كدهنيها بالليل واحد المساج ديال 10 ديال الدقائق، ديري مساج ديال 10 ديال الدقائق في الليل وتباتي بها يوميا وتداومي عليها، فان شاء الله هذا المشكل هذا ما غاديش يبقى. واخا شكرا، بارك الله فيك، شكرا بزاف. مرحبا، مرحبا لي، مرحبا بك، ما يكون بس. شوف انا بغيت نقول لك بوتينا، راجلك غيتفرج في الماتش ديال المغرب واسبانيا. ضروري. وقول لي راه فريق اصوات، راديو اصوات، راه اليوم في طنجه ان شاء الله في ماكدونالد مالاباتا، الموعد ابتداء من 6 العشيه. ممكن تمشي انت والزوج ديالك الى عندكم وليدات، لانه غنديروا في عين المكان سحب القرعه والعشرات ديال الوجبات اللي في انتظاركم، كنهديوها لكم مع الشريك ديالنا. وان شاء الله بغينا اجواء حماسيه ديال المباراه الاخيره ديال المغرب ضد اسبانيا في المونديال 2018. تحية كبيرة لكم، الله يكبر بك، وتحية كبيرة لكم بطنجة اللي كتابعوا بها راديو أصوات على الموجة 102.3. مريم من مراكش، وغادي ناخذوا من بعد ناجية من الدار البيضاء. أهلا بك مريم. ألو. السلام عليكم مريم. وعليكم السلام أختي سنة، كده لاباس؟ الحمد لله. كده دكتورة إيمان لاباس عليك؟ بخير أختي، ملي كنسمع صوتكم. مرحبا. الله يبارك فيك. بغيت واحد السؤال على خويا. أييه مرحبا. فيه البنت صدى
دارو ودابا ما قزيش عنقو وعطاونا شي وصفات تديرهم ليه ماما. واخا يمكن نتقاسموا معك شي وصفه من هاد الوصفات هادو. عطاو هاد الدجاج الكبريت والصابون البلدي والكبريت وهذا والخل. واخا والكبريت والصابون البلدي شحال خصو يبقى في بالكبريت؟ غير تاين شوف داك الكبريت دخل الحمام يغسلو. فهنا جوج بعدا ديال الحوايج اللي ما خصهمش يداروا، ان الكبريت كبودره غنستعملوها مباشره على البشره ديالنا، فهنا كيكون فيها صعوبه لان كتحرق لينا البشره ديالنا بحال ما القاطع، زائد اننا الا دخلنا للحمام والسخونيه ديال الحمام فهنا الجلد الا مشات تحرق هذاك هو المشكل الكبير، ان يا اما غادي يوقع فيه انها كتولي تعفنات لان الجلد كتحرق ما كتبقاش عندها الوقايه، ثانيا ان غادي يقدر ديك البلاصه تحرق وتولي كحله ما بقيش تحيد منها ديك البقعه، وامور اخرى انها يمكن لنا تعطينا مشاكل مثلا كالصدفيه. اذا نردوا البال لهذ الوصفات هذه. الكبريت غادي ندخلوه في الوصفه اللي غادي نعطي اليوم، ولكن غندخلوه بطريقه علميه بطريقه اللي سهله. شنو هو الكبريت؟ حنا ما كنديروش الكبريت، حنا كنستعملوا الزيت ديال الكبريت. علاش لوسوفخ؟ حنا الكبريت كمعقم كمضاد الفطريات ومضاد الجراثيم، ولكن غادي ناخذ الزيت ديال الكبريت وغادي نزيدوا عليها بعض المواد وغادي نصايبوا واحد الكريمه اللي غتكون مضاده للفطريات. وخليك في الاستماع ان شاء الله، هذه الوصفه هذه راه غادي تفيد الاخ ديالك. تحيه لك. غادي ناخذ ناجيه معنا من البيضاء. اهلا بك ناجيه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا. السلام عليكم الدكتور عماد. وعليكم السلام. الله يسهل امرك، بغيت نسقسيك على واحد الولد كنت عيطت لك عليه. فيه كانت جاتو الصدفيه. ومن بعد الصدفيه برات ليه دابا الحمد لله. اييه. دابا شنو اللي بقى؟ بقات لي اللي طراس بزاف في رجليه وفي يديه وفي وجهه. نعم، اذا الوصفه ديال الصدفيه ان الصدفيه ما بقاتش. لا الحمد لله. ايوا الحمد لله. داويناها بالاعشاب. نعم الحمد لله. ولكن بقات لي لاطراس في وجهه بحال البهق. وفي كرشو وفي رجليه ملي داه باه البحر شويه ولكن باقي في وجهه. نعم. ورجليه. يمكننا بعدا يمكننا نتقاسموا هذه الوصفه ديال الصدفيه اللي استعملتي؟ واحد العشابه هي اللي عطاتني الاعشاب. هكاك. عطاتني. نعم. واحد شي حاجه فيها القطران فيها شي حاجه كندهنها ومن بعد كندير لي شي حنه وليزي الشيح ومريوت وهذا الشيء. والحمد لله. اييه ولكن راه دابا هذوك لي طراس اللي بقاو. لي طراس اللي بقاو دابا. انا خفت. نعم. لا ما تعاود ترجع ليه. فهذوك لي طراس اللي بقاو هذيك ماشي الصدفيه اللي تعالجت نهائيا، هذوك القشور ديال الصدفيه. اييه. اللي نشفوا. غير نشفوا ولكن الصدفيه راه باقيه. وهذاك الكحوليه جات من هاد المواد اللي استعملت، وخاصه الحنه لان الحنه مركزه بزاف، خاصه القطران. القطران اللي هو واحد الماده كاين بزاف ديال الناس كيستعملوه لعلاج بعض الامراض الجلديه، ولكن كيتستعمل الزيت ديال القطران ما كيتستعملش القطران. اذا النصيحه بعدا اللي غادي نعطيك انك دوك البقع دابا عنده كحلين، غادي تاخذي الزيت ديال الخرقوم البلدي. الله يستر عليك. الزيت زيت الخرقوم البلدي. الخرقوم البلدي. اييه الخرقوم البلدي. اها. زيت السالميه. اييه. معلقه كبيره من كل زيت. معلقه كبيره. اييه من كل حاجه من كل زيت. وغادي تزيدي عليهم 5 المعالق كبار ديال زيت اللوز الحلو. زيت الحلو. زيت اللوز الحلو غتخلطي هادشي كامل وغتولي الوليد. زيت اللوز الحلو. وهذا الشيء كامل الابن ديالك غدهني ليه هذا الشيء كمساج في الليل، يدهنه ويبات به يوميا حتى يبدا يصفى هذاك الجلد ديالو، ما يبقاوش هذه البقع السوداء. دابا معلقه كبيره من هذا الشيء كله. معلقه كبيره من زيت الخرقوم بلدي ومعلقه كبيره من زيت السالميه. زيت السالميه ومر 5 المعالق كبار ديال زيت اللوز الحلو. 5 المعالق. وتخلطيهم. اها. ودهني ليه به واحد المساج في الليل، واحد ديال 10 ديال الدقائق ماصي هو يدهن هاد الزيوت هذا، هاد الخليط ديال الزيوت على البلاصه اللي عنده فيها المشكل، ويبات بها ويداوم عليها يوميا حتى يصفى حتى ما يبقاش فيها دوك البقع. وما نعومو ما والو. لا لا يبات بهم راه دغيا كيتشربوا هذوك الزيوت. ونعاود ثاني نفس العمليه كل نهار. كل نهار كل ليله. واش تقدر الدكتور ترجع لها الصدفيه ولا لا؟ والصدفيه هو راه مرض مزمن، فهمتي؟ الا كان شخ، ولكن الطبيب اللي كيشخص لنا الصدفيه ولا ماشي الصدفيه. الا قال لي الطبيب هو الصدفيه فهو مرض مزمن. مرض مزمن اللي عنده علاقه
باش بالحاله النفسيه ان الانسان العصب والتوتر يحاول يتجنبه، فكل ما تعصب الانسان كل ما الصدفيه كتبان كل ما كتزيد تكاثر. هذا هو المشكل ديالها، هي انها كتبغي الراحه وكتبغي الانسان ما يكونش متوتر، فهي راه ما كتبانش. الله يسهل امرك. امين اختي، هذا واجب. شكرا دكتور عماد، شكرا سناء اختي. هذا واجب اختي. مرحبا مرحبا، شكرا لك لنا جيه من الدار البيضاء. غادي ناخذوا سلمى معنا من فاس دائما مباشره على راديو اصوات. اهلا بك اختي سناء. سلمى اش اخبارك؟ كيف اختي سلمى؟ مزيان الحمد لله. ونقطع الخط معنا بشرى من الدار البيضاء. اهلا بك بشرى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله بشرى، مرحبا بك في حديث مغزل. بخير الحمد لله. الله يبارك فيك. خويا عماد لاباس عليك؟ بخير اختي، ما كنسمع صوتكم. مرحبا. ربي يخليك بارك الله فيك. الله يبارك فيك. خويا عندي واحد المشكل في الدار عندي في الوسط. اييه. بحال ملي كنمشي هادشي كيوقع لي ملي كنمشي للحمام. اها. بحال هذيك البلاصة محروق. يعني بحال فيه حبوب رقيق في وسط ظهري، غير في الوسط ديال ظهري، ماشي ظهري كله. دابا شي حتى كتمشي للحمام عاد كيبان في الحمام. الحمام يعني تي الا دوشت في الدار ما كيبقاش ليا هكا. اييه. فهذا الا مشيت للحمام كيوقع ليا المشكل هذا. نعم. فهذاك شنو هو هذاك؟ انك ملي كتمشي للحمام كتكون درجه الحراره مرتفعه ياك، وعندك هذيك واحد الحساسيه بسيطه ديال السخونيه، فهمتي؟ هي اللي كدير لك هذا المشكل، كدير لك ذوك الحبيبات الرقاق. فهنا كمضاد للحساسيه غادي تستعملي. يعني هنا ما عندناش فطريات. لا ما كاينش فطريات. فهنا غادي دير زيت البابونش اللي فيه ماده الكامازولين. هذه الماده مضاده للحساسيه اللي غتولي كدهنيها للظهر ديالك يوميا. اذن يوميا بالليل غدهنيها على ديك البلاصه وداومي عليها واحد المده ديال 3 شهور. وهكا كتخلي ديك الجلده انها كتعود، ودوك الهيستامينات اللي كيعطيوك هذا المشكل هذا كينقصوا وما كيبقاش هذا المشكل. ومباشره الا مشيتي للحمام مباشره ما ترجعي، او مثلا في الحمام على برا منين تنشفي دهني ديك البليصه بهذا الزيت هذا. وتهلا فراسك بشرى من مدينه الدار البيضاء. حنايا طبعا غادي نجاوبوا دائما على المزيد من الاسئله ديالكم على رقمنا المباشر 0522 77 24 24، وكذلك عبر الصفحه ديالنا ديال الفيسبوك. غادي ناخذوا ناديه من تطوان. اهلا بك ناديه. يا ناديه. الو الو. السلام عليكم. عليكم السلام اختي ناديه. اختي اسمح لي. كتسلم على راسك والله يثبتنا على الشهاده. والله يثبتنا على الشهاده يا ناديه. الحمد لله. كيف انتم؟ كل شيء مزيان؟ لاباس الحمد لله. الدكتور لاباس عليه؟ بخير اختي ناديه. كي دايره انت؟ الحمد لله سيدي بارك الله فيك. الله يجازيك بخير. واحده السيده معايا عندها مسكينه دائما كتخرج لها واحد الحمره، كتقول هي الحمره في الرجل ديالها، كتعمل لها السخانه والرجل ديالها كيولي كامل حمار. كل مره كتجيها في الركبه ديالها، مره كتجيها في الفخذ من فوق، وكتعمل لها السخانه بزاف. وكتمشي كتعزم كتقول عند 7 الناس هذا ما كيفوق الخبر من هذا، وكتبقى لها واحد المده 3 شهور 4 شهور عاود كترجع لها. دابا الله يخليك، واش كاين شي علاج من هذه الحمره هذه اللي كتقول هي ما عرفناش شنو؟ واخا اختي واخا اختي نادي، انت عاب شويه ديالك باش ترتاحي لي مع راسك. نعم. وتاخذي راحتك. انت وسط حبابك، فهمتيني؟ وسط عائلتك، باش نفهموا الموضوع. دابا الاخت ديالك عندها شي حميرار، عندها حموريه كتجيها ياك؟ ايه الحموره، وكتعمل لها بحال هذوك بويقات بالماء. كدير هي الحموره وكتبوق ليها بالماء. واخا هاد البويقات واش حبيبات صغار ولا كبار؟ كبارين بحال اللي حرقتيهم بالماء. بحال اللي حرقتيهم بالماء. واخا أيه. وهاد في الداس ديالها كامله، في ظهرها، في يديها، في داسها كامله؟ لا كتجيها غير في رجلها. أها. في الصحفه ديالها، في الركبه ديالها. أه. وتحت المهم غير في الرجلين، يعني من الحك ديالها الى تحت. فهمتك فهمتك. ما عندها شي. واخا اذا هذه الاخت ديالنا عندها حميرار. واخا باش نمشيو دقه دقه باش حتى الاخوات يفهموا، حيت كاين بزاف ديال الاخوات كيسمعوا لنا. إيه؟ يقدر يكون عندهم نفس المشكل ياك. إيه؟ باش كلشي يستافد. صافي حنا غنمشيو دقه دقه، حنا كنديروا التشخيص دقه دقه، فهمتي كيف؟ دقه دقه. ها انت دابا حموريه، دابا عندها حموريه وكتبوق ليها بالماء. كتعمل لها السخانه كتعطيها. واخا كتعطيها الحكه كتحك كتحرقها كتعمل لها
تحريق في الرجل ديالها. فهمتك، ولكن واش كتحكها كتعطيها الحكه؟ لا ما كتحكاش هكاك. واخا مشات عند الطبيب؟ مشات عند الطبيب وعطاها لي باري وعملاتهم وواحد البوماده، ودابا هي البوماده ما كتقدرش، لا بوماده كتقدرش تعملها حيت قالت لك مازال عندها ديك المضاعف. يعني طيب بزاف ما تقدرش تعمل لا بوماد. فهنا حتى كتيبس اكيد، فهنا خصها شوف شوف غتمشي تشوف طبيب الى ما الى الى داك الدواء ما عدا شوف الى قال لها الطبيب خذي الدواء ورجعي عندي نشوفك، الى عاودت رجعت عند الطبيب شافته وعاود عطاها الدواء وما قداش، فانا كنصحها ان تمشي عند طبيب باطني انترنيست. انترنيست مش عند انترنيست. طيب باطني حلاش تكون عندها حاله نفسيه؟ ماشي حاله نفسيه، لا هذا تعفون، هذا ما عنده علاقه بالحاله النفسيه، هذا تعفون فيروسي. فهمتي، وكاينين الفيروسات اللي كيعطيونا هذه الحاله هذه، وكاين بزاف ديال انواع الفيروسات اللي في، اللي في الاعراض ديالهم كيعطيونا هذا المشكل هذا. علاش قلت لك انا حبيبي واش حبيبات رقاق ولا 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 ولا, ولا, ولا كيكون مثلا بحال الدمانات كيكونوا غلاظ وكيكونوا بالماء، فهذه فيروس، وهذا خصو تمشي تشوف الى ما الى الطبيب رجعت عنده ما كاين والو، تمشي تشوف طبيب باطني انترنيست وغيعطيها ادويه مضاده ديزونتي فيروس ياك مضاده لهاد الميكروبات، وان شاء الله غادي تولي بخير صافي. وغادي يعطيها بعض الكريمات اللي غادي يهدنوا عليها، ولكن راه اليوم قبل غدا اختي. هي مشات عند شي جوج الخطرات واش فهمتيني؟ دابا علاش قلت لك انا طبيب باطني؟ علاش قلت لك انا طبيب باطني؟ علاش قلت لك انترنيست؟ لان انترنيست التخصص ديالو اكثر متعمق، هذه خدمته هو. فهمتي؟ يعني كنمشي عند واحد السيد اختصاصي صافي، هو ملي غادي يمشي غادي يشوف وغادي يعرف الحاله وغيعرف الامور، وكون يعني هذا الشيء ما يخلعكش لان مساله مقدور عليها ان شاء الله. ما يكون باس لا وحنايا غادي نواصلوا معكم دائما. من تطوان غادي نمشيو لورزازات، معنا امل. اهلا بك امل من تطوان. السلام عليكم اختي سناء. عليكم السلام ورحمه الله. دايرين بخير لاباس عليكم؟ الله يبارك فيك، تحيه للناس ديال ورزازات. راكم منورين البرنامج. شكرا ومرحبا بك على راديو اصوات يا امل. هذا المشكل اللي هضرتوا عليه، شكرا بزاف. وحنا مواصلين هذه الحصه على الفطريات. تفضلي شنو سؤالك؟ نهضر مع الدكتور عماد الله يجازيك. مرحبا اختي انا معك. شكرا خويا الدكتور عماد، كي داير بخير؟ الحمد لله اختي. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. بنسولك على واحد لاطاش عندي في العنق ديالي، هي بيضة. اييه. هاد لاطاش كانت عندي في ولادتي الاولى. صراحة ما كنتش رادة ليها البال، من بعد ولدي دابا عنده 6 سنين تبارك الله، الله يخليك. ودابا فاش ولدت دابا بنيتي عندها دابا شهرين تبارك الله. المهم في ولادتي قبل ما نولد كتبان ديك لاطاش عاد كتزاد بيضة. وعنقي كحال خلاص، عرفت علاش داك؟ خلاص على حساب الحمالة وداك الشيء زاد بحال الكلف. صافي، ومن صراحة ما درتش هذاك الشيء كاع في بالي، ولكن دابا عاد ولا كيتزاد شي شوية. واش الكلف ولا لاطاش؟ واش النقطة البيضاء ديك الطبعة البيضاء؟ دابا الطبعة البيضاء اللي كتزاد ولا الكلف اللي كتزاد؟ لا الطبعة اللي كتبان دابا صافي، كتبان شي شوية بيضاء. غير في هاد الوقيتة ديال الصيف؟ في هاد الوقيتة ديال الصيف؟ لا خرج لي هادشي غير في الحمالة ديالي. لا دابا غير فوقاش كتزيد تبان ديك الطبعة البيضاء، واش في هاد الوقيتة ديال ملي كيسخن الحال؟ دابا ما بانت دابا شوية، فاش كيكون سخن الحال. حيت هنا علاش؟ هنا البشرة كتسمار واحد شوية وكيولي واحد الاختلاف ديال الألوان، هو اللي كيبين لك ديك البقعة بحال. ما كتحمرش لي، غير كتبيض، غير كنحس بها كتبيض. دابا ما فهمتينيش، دابا ديك البقعة اللي بيضاء دابا ملي كتسمار دات اللون ديال دات كيسمار، كتولي ديك البيضية كتبان أكثر. أي بحال واخا هذيك البلاصة ما كتحككش، ما كتعطيكش الحكة؟ لا ما كتحقنيش ما حتى حاجه صراحه. مشيت عند طبيبه الجلد. هي شنو قالت لك؟ قالت لي المهم حتى خرجت ليا واحد شي تحاليل، قالت لي على حسب قدرت شكات في شي فطريات. ملي درتهم خرجوا نتائج مزيانين الحمد لله. اذا هذا يقدر يكون تلوين دي بيغمونطاسيون، اختلاف خلل في التلوين ديال البشره ديالك في ديك البلاصه. فهنا غادي ننصحك انك تاخذي الزيت ديال العطرشه، لويل دو جيرانيوم، زيت العطرشه وزيت السلميه. دائما كنرجعوا لاصوج زيت السلميه اللي عندها فوائد كبيره في توحيد لون البشره. اذا معلقه كبيره ديال زيت السلميه ومعلقه كبيره ديال زيت العطرشه، الويل دو جيرانيوم والويل دو صوج، معلقه كبيره معلقه كبيره، وغادي ديري بهم واحد المساج على العنق ديالك، مساج ديال 10 ديال الدقائق في الليل حتى ترتاحي مع راسك وتنعس البنيته. ديري واحد المساج ديال 10 دقائق في البلايصه اللي عندك فيها هذا المشكل هذا، وتباتي بها وتداومي عليها يوميا وما تقطعيهاش كاع نهائيا. صافي تبقاي مداومه عليها ديما
حتى تحسي بان اللون ديال البشره ديالك في ديك البلاصه توحد. هنا بحال كنحيو دوك لي ميلانوسيت اللي هما الخلايا اللي كيفرزوا لنا ماده الميلانين اللي كتعطينا التلوين. ومع المده ملي كنعطيو هذا المساج وكنعطيو هذه المواد الطبيعيه اللي كتوحد اللون، مع المده كتعاود تحيا وكتعاود هذيك البلاصه تولي فيها التلوين ديالها الطبيعي. تفهمنا؟ مرحبا بكل فرحة. تحية لك من وجزازات أمل. غادي نمشيو لتطوان وموضوع اللي كيهم الكثير منكم وسامعاتنا دائما، رفقة الدكتور عماد دكتور صيدلة والمختص في العلاج وفي التداوي بالأعشاب نزهة معنا من تطوان. أهلا بك. ألو. السلام عليكم نزهة. عليكم السلام أختي سناء. كنتين أختي مزيانة الحمد لله الله يبارك فيك. واش مبروك أختي. شكرا لنا وليك وتحية للناس ديال تطوان. تفضلي مرحبا بسؤال. الله يبارك فيك دكتور عماد. كنتين مزيان والله أختي تبي خير مني كنسمع صوتكم. الله يبارك فيك. شكرا أختي بزاف كنستنطن برامج ديالك بزاف وكنستفدوا منك. هذا واجب. شكرا. هذا واجب أختي. مرحبا. شنو السؤال ديالك؟ انا عنسولك على هذه الفطر. واش هذه الفطريات هما اللي كيقولوا لهم كيكينوضوا في الدس كاملين كينوضوا يعني الشكل ديالهم بحال شكل البروس. اييه وكيعطيو الحكه كي هذا نوع كيقشروا شويه وكيعملوا بيوضه يعني كينوضوا ديك البقع ديالهم بيوض وفي الدات في العنق نعم. شوف اختي فهم فيهم بزاف ديال الاعراض فهمتي. كاين اللي كيجيو بطبايع حمر، كاين اللي كيجيو بحبيبات صغار، كاين اللي كيجيو بواحد الحروشيه انك يكونوا طبايع حرشين ففداش كتلقى بلاصه ملسه وبلاصه حرشه. كاين اللي كيجيو بهاد البقع اللي ذكرتي انهم كيكونوا بقع بيضاء وكيكون فيهم مقشرين، فهادو كلهم كيكونوا فطريات. شنو السؤال ديالك اختي؟ واش هاد الفطريات يقدر يطلع حتى في الوجه يعني؟ اكيد في الوجه، في الجلده ديال الشعر، في جهه العنق، في الداس هي هما كيكونوا في الداس كامله وما راه كيوصلوا حتى للظفار. حيت انا الاخت ديالي كنوضوا فيها باقه صغيره ويعني هذه دابا 6 سنين بزياده وهي كينوضوا فيها، مره كيمشيو لها ومره كيرجعوا لها. دابا حاليا رجعوا لها بزاف. نعم. يعني وعمرها خذات عليهم شي دواء؟ دابا تزوجت ويعني كينوضوا كتخافيني يتنقلوا منها الاولاد ديالها، يعني كتخاف على اولادها يعني كينوضوا لها في الدات ديالها وفي عنقها الحد ديالهم كيوصلوا لها لحد الونه اها كيرجعوا. اي فهمتك. وكانت كتعمل لهم شي الوصفه خي عماد. اشنو من الوصفه كانت كتعمل؟ وكانوا كنحيدوا شويه كيبقاو شي عام هيداك عاو كيرجعوا. واش من وصفه كانت كدير لهم؟ كتعمل لهم الكبريت والخل. ودابا جوج ديال الحوايج فهمتي، وخاصه الكبريت ملي كنخلطو معاه. فهمتيني اختي؟ كتقول الكبريت لا انا على هذه عيط باش نعرف. فهمتك اختي. لا غير دابا تنخل ملي كنزيدو. لا دابا علاش كنحاول نعاود ناكد على هذه المساله، حيت كاين دابا مثلا اخواتي الله التحقوا بنا واخوان وباش حتى الفائده تعم فهمتي، حيت كاين بعض الناس دابا كيديروا بعض الوصفات كتقول لك واقيلا الكبريت بوحده هو اللي كيضر، ولكن راه الكبريت مع اي ماده، اي ماده استعملنا مع الكبريت وخاصه الخل راه كيطلع لينا المشكل ديال الكبريت 5 ديال المرات اكثر، انه كيضر لينا الصحه ديالنا 5 ديال المرات اكثر. فهمتيني اختي؟ بعد اولا الاخت ديالك واش خدات شي دواء؟ واش مشات عند الطبيب ديال الجلد بعدا؟ انا عمرها مشات للطبيب ديال الجلد. واش مشي بعدا عند الطبيب ديال الجلد باش تاخذ واحد الدواء، واحد الفانيل اللي كيتشرب مضاد الفطريات، وانا غادي نعطي وصفه للمشكل ديال الفطريات. غادي ناخذ سؤال اخير معنا خديجه محمد على الصفحه ديال الفيسبوك. نعم. اللي كتسولنا دكتور عماد كتقول لنا هي عاد ولدات وبالنسبه لها الاخت خديجه محمد عندها ظروف حمل وولاده ورضاعه وعالجات فطريات الاظافر. نعم. ودابا كتفاجئ مشاو الفطريات واش خاصها تمشي عند الطبيب وشكرا. اكيد ترجع عنده. تقول خديجه محمد. نعم ترجع عنده باش تشوف دير واحد الكونترول تشوف واش الفطريات صافي مشاو نهائيا، وهو الطبيب غادي يسير معاه ويقول له يا اما غادي تعاود تاخذ واحد الكريمه اللي كدير واحد لا فيكساسيون انها كتهنينا من هذا المشكل ديال الفطريات، ولا صافي غايقول له ما تستعملي حتى شي دواء. واخا حنايا دائما معكم مباشره على راديو اصوات وفي برنامجكم حديث ومغزل دكتور عماد اللي كيجاوب على كل اسئلتكم. مشكور. غادي ناخذوا الان اهم الوصفات اللي ممكن تستعملوها ضد الفطريات. هضرنا على الفطريات على مستوى الاظافر على مستوى الجلد، وعندنا سؤال ايضا ديال سعد اللي
قول لنا أنه الإبن ديالها مصاب والفطريات على مستوى الرأس عبارة على قشور في مكان محدد اللي كتخلي لون الجلد دياله أحمر. إحنا أيضا في اللايف على صفحة الفيسبوك سناء الزعيم أصوات، واش هذه فطريات دكتور عماد؟ فتقدر تكون فطريات، تقدر تكون مثلا صدفية، واللي يكون مشكلة أخرى تكون حساسية ديال الفروة، وفي بعض الحالات حيت الفطريات ما نخلطوش الفطريات ماشي هما الفيروسات. إذن هنا التعفنات كيختلفوا، كاين فطريات، كاين بكتيريا، وكاين فيروسات، والاختصاصي هو اللي كيمكن له كيعرف هذا المشكل هذا يفرق بيناتهم. والصدفيه هي نوع من الفطريات؟ الصدفيه في بعض الحالات ما كتكونش نوع من الفطريات، الفطريات كيمكن يسببوا الصدفيه، ولكن الصدفيه ليست بفطريات. حنا غادي نجاوبوا على اسئلتكم دائما، واول وصفه اللي غادي نشوفوا معك دكتور عماد الناس اللي عندهم مشكل ديال الفطريات ديال الاظافر. والا جاب لي الله انه في الاغلب ديال الحالات كنتوصلوا باسئله على الفطريات لي شامبينيون ديال الظفار من عند الرجل ماشي عند المرأة. نعم. واش لاحظتي هذه المسألة؟ أكيد أكيد، لأن علاش بحكم علاش أمه بعد المرأة كيكون عندها واحد الإلمام، واحد الاهتمام بالجسم ديالها، واحد الاهتمام بالجمال ديالها. الرجل يعني في طبيعته أنه ما كيعطيش واحد الاهتمام، واحد العناية، وهذا الشيء علاش أنه كيتصاب بهذه المشكلة ديال الفطريات أكثر من النساء. فالوصفة أكيد أن الوصفة اللي غادي نقترح عليكم هي وصفة ديال مضاد الفطريات. الوصفه كتكون من جوج حوايج، وصفه اللي هي عباره على محلول كنمسحوا به، وكريمه كندهنوها. اذا هذه هي الوصفه ديالنا ديال هذا النهار هذا. اذا المحلول اللي كنمسحوا به كمحلول معقم، والكريمه اللي كندهنوا بها، هذه كتصلح للفطريات الجلديه، الفطريات ديال الظفار، ولكن الفطريات ديال بعض المناطق الخاصه، خاصه الفطريات ديال الامراض المتنقله جنسيا، فهنا هذه الوصفه ما كتستعملش، وكيتستعملوا فقط الادويه الطبيه. هذه الوصفه يمكن نستعملوها على مستوى مثلا الفخذين، على مستوى بعض المناطق اخرى في الجسم ديالنا. اذا الوصفه الاولى اللي قلنا كمحلول معقم، كناخذوا فيه كاس صغير ديال خل التفاح طبيعي، وخمسة ديال المعالق كبار ديال زيت الزعتر. إذن وصفة بسيطة، هانتوما كاس صغير ديال خل تفاح طبيعي وخمسة ديال المعالق كبار ديال زيت الزعتر، تخلطوا هذا الخليط مزيان حتى كيتخلط، كنديروه في واحد القريعة وكنخلطوه مزيان حتى كيتخلط، وكنديروه في شي قريعة من الأحسن اللي تكون فيها رشاشة، وكنوليو كنرشوا على البليصة اللي عندنا فيها هذا المشكل هذا ديال الفطريات، وكنمسحوا بواحد القطن وكنخليوها. إذن حتى كتنشف، ملي كتنشف كنستعملوا هاد الكريمه اللي غنعطيكم دابا. الكريمه كنستعملوا فيها زيت الثوم، رجعوا لزيت الزعتر، كورفاكرول اللي فيه كماده معقمه، وهانتوما الكبريت ما غنستعملوش كبريت بودره، لا غنستعملوا زيت الكبريت. اذا زيت الكبريت خفيف، وزيت الكبريت حتى الى استعملناه وغنستعملوه بقيمه قليله ما غاديش يضر لينا البشره ديالنا، وزبده الكاريتي. اذا دابا غنعطي لكم بالمقادير، معلقه كبيره من زيت الثوم، زيت الثومه، زيت الكبريت، زيت الزعتر، وربعه ديال المعالق كبار ديال زبده الكاريتي. هادشي كامل غتخلطوه في حمام مريم حتى يتخلط مزيان ويولي خليط متجانس، يعني تذوب لنا زبده الكاريتي وتخلط لنا مع الزيوت كامله، تخليوه يبرد. ملي كتبرد هاد الكريمه اللي كتحصلوا عليها من مورا ما عقمتوا بالمحلول اللي عطيتكم، كدهنوها على البلايص اللي عندكم فيها الفطريات، وهكا وكل ليله وكتباتوا بهاد الوصفات هادو، وكتداوموا عليهم دائما حتى كيحيد الفطريات. ساره كتسولنا على الفيس مباشره، قالت لك عندها بقعه حمراء في رجليها وفيها حبيبات، وملي كتمشي للحمام كتكسر عليها الحكه، واش هذه من الفطريات؟ فهذه تقدر تكون حساسيه، يعني تقدر تكون حساسيه اللي عطيها هذا المشكل هذا. فهنا كما قلنا اللي ممكن يحدد لنا واش فطريات ولا حساسيه، ضروري يمشيو عند اختصاصي في الجلد، وخاصه المساله ملي كتفاقم، أنا دائما كيبقى عندنا هذا المشكل، فخصنا نعرفوا السبب منين. ومساله اخرى، ان كما قلنا خصنا ضروري نعقموا الملابس ديالنا اللي كتكون على اتصال بالفطريات، كنديروا قلنا واحد الاناء كبير اللي كيغلى فيه الماء المغلى، وكنغطسوا فيه دوك الملابس ديالنا اللي كيكونوا تقاسوا بالفطريات جوج حتى ثلاثه حتى اربعه ديال المرات، عاد من بعد يمكننا نغسلوهم. الفطريات الا كانت مثلا عند الناس في لي بارتيزان تيم كنعرفوا ايضا. نعم. لانه كيكون تعرق، كتكون رطوبه، شنو النصيحه ديالك دكتور عماد؟ اننا حتى هاد الملابس اللي كنستعملوا خصنا حتى هي خصها تعقم، ملابس داخليه. ومساله اخرى، ان حتى هاد الكريمه اللي عطيت كما قلت انها كتكون في الجوانب،
اما ملي كتكون على المستوى الداخلي فضروري من الادويه. اذا ما نحاولوش نمشيو نستعملوا شي مواد طبيعيه ولا نغامروا بها، لان هنا كتبقى مناطق اللي خصها واحد العنايه خاصه. هذه من جهه. ونصيحتي اللي بغيت نعطي لوليداتنا دابا راه الموسم ديال البحر، الله يجازيكم بخير، ما تخليوش وليداتكم يعوموا في دوك البراك اللي ما كيكونوش الماء كيتبدل فيهم. راه هذاك هو المشكل ديال الشاطئ في البحر. في البحر كيكون واحد الكليتات ديال الماء سخون ضارب فيهم الماء، فهذاك واحد لو ميليو يعني واحد الوسط عامر بالبكتيريا وعامر بتعفنات خطيره، ومع الوقت كيعطيونا امراض جلديه من غير البهك، امراض جلديه خطيره. فإلا بغينا وليداتنا نمشيو للبليصه اللي كيكون فيها الماء كيتحرك، لابيسين الا كانوا في لابيسين مباشره ما يخرجوا يمشيو يغسلوا بالماء باش نحيدوا داك الكلور ونحيدوا دوك المواد الكيميائيه، وهكا غنبقاو محافظين على الصحه ديال وليداتنا وصحتنا كذلك. شكرا لك كثير دكتور عماد. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.